يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة في وقت لاحق اليوم أمام مجلس الأمن الدولي بخصوص خطة الرئيس الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط. وأفاد مراسل التلفزيون العربي في نيويورك أن بعثة دولة فلسطين في الأمم المتحدة قررت تأجيل التصويت على مشروع قرار يدين الخطة، وذلك بعد ضغوط وصفت بالشديدة مارستها واشنطن على أعضاء المجلس بهدف إدخال تعديلات في نص مشروع القرار تشمل إزالة الإشارة إلى المرجعيات الدولية وحل الدولتين. وبالتزامن مع كلمة عباس يتوقع خروج مظاهرات في رام الله ومدن فلسطينية أخرى تنديدا بخطة ترامب للسلام. للمزيد ينضم إلينا من رام الله مراسلنا أحمد جرادات. مرحبا بك أحمد، كيف هو المشهد لديك؟ مظاهرات ربما متوقعة كثيرة في فلسطين اليوم تنديدا بهذه الخطة. نعم جمال، يعني خلال نحو ساعة من المتوقع أن تنطلق مظاهرة ومسيرة كبيرة في مركز مدينة رام الله وبالتحديد في ميدان المنارة، حيث سيتجمع الآلاف من المواطنين الفلسطينيين القادمين من عدة محافظات من الضفة الغربية. منذ ساعات الصباح الباكر تحركت عشرات الحافلات من محافظات جنوب الضفة الغربية وأيضا شمال الضفة الغربية باتجاه المركز باتجاه مدينة رام الله من أجل المشاركة في هذه المسيرة التي تأتي دعما لموقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرافض صفقة القرن، وأيضا رفضا وتمديدا بموقف الإدارة الأمريكية التي دعمت وقدمت ما أسمته صفقة القرن. من المتوقع أن تشهد يعني أن يكون هناك يعني الآلاف يشاركوا في هذه المسيرة في هنا في مدينة رام الله، إضافة إلى قيام الحكومة الفلسطينية بتعليق الدوام، وعدد من الجامعات الفلسطينية قامت بتعليق الدوام من أجل الحشد بأعداد أكبر بعدد أكبر للمتظاهرين في مركز المدينة. واليوم مساء بالتوقيت المحلي في حدود الساعة الخامسة وبتوقيت جرينتش بحدود الساعة الثالثة من عصر اليوم سيلقي الرئيس الفلسطيني كلمة له في مجلس الأمن. من المتوقع أن يتطرق إلى عدة أمور، أهمها الحل على أسس الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، وأيضا دولة فلسطينية على حدود 67، إضافة إلى أن القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية. هذا من المتوقع أن يركز عليه الرئيس الفلسطيني، إضافة إلى التركيز على الخروقات الأمريكية التي تناولتها صفقة القرن، فقد رصدت منظمة التحرير أكثر من 300 خرق فقط في هذه الصفقة لقرارات دولية ولقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، وهو ما يرفضه الفلسطينيون. كان هناك عملية لغط في الأمس إن كان تم تأجيل قرار التصويت أم لم يتم. صائب عرقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قال بأنه حتى الآن لم يكن هناك مشروع لتقديم المشروع للتصويت، وهناك حديث من داخل الأمم المتحدة عن ضغوط تمارس من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على دول مجلس الأمن من أجل يعني تغيير وتعديل، إضافة إلى عدم كسب 9 أصوات من الأعضاء الدائمين يمر هذا التصويت من دون الفيتو. جمال أحمد جرادات مراسل العربي من رام